يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد، يوم مختلف، لازم الاول نبارك ونهني مش بس على الوصول للنهائي، لكن الحقيقه على اداء قوي وعلى موسم اكثر من ناجح قدروا فيه رجاله النادي الاهلي ان هم يحققوا كل الارقام القياسيه مش بس على المستوى المحلي، لا كمان على المستوى القاري. الحقيقه يفضل ويتبقى لينا اهم واصعب 90 دقيقه، مش السيزون ده، يمكن يكونوا أهم وأصعب 90 دقيقة في خلال السبع سنوات الأخيرة. كل التوفيق لأبطالنا إن شاء الله في نهائي دوري أبطال أفريقيا. مساء الخير على حضراتكم. حلقتنا النهاردة مليانة تفاصيل. ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير على حضراتكم، وألف مبروك لكل الأهلاوية اللي بيتفرجوا علينا. حققنا الحقيقه الهدف اللي احنا كنا عايزينه من مباراه امبارح، نتيجه ايجابيه، اداء كويس جدا من اللعيبه، عرض قوي من اللعيبه وعرض قوي من الجهاز الفني، وتبقى 90 دقيقه بس على الحلم. الحمد لله وصلنا للنهائي 13 في تاريخنا بدوري ابطال افريقيا، 90 دقيقه بس ونحقق الهدف والحلم الاكبر لينا كلنا كاهلاويه. ايجابيات كتير قوي طلعنا بيها من مباراه امبارح، نتكلم فيها انا واحمد على مدار الحلقه، لكن دلوقتي نبدا بعناوين الاخبار. الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة. فيفا يهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. الكاف يختار ديانج كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد. رقم قياسي جديد للمارد الأحمر في دوري الأبطال. الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوي للمباريات محليا وإفريقيا. كلوب بيقول لا نعلم موعد عودة فان دايك. ألف ألف مبروك لكل أهلاوي كان سعيد وفخور بلاعبته وبفرقته وبناديه، وهو بيحقق حلم طال انتظاره، الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا. كان هو الهدف الأول والأساسي للنادي الأهلي مش بس الموسم ده، من مواسم طويلة جدا، والحقيقة في ظل موسم استثنائي وصعب، وهنقف الحقيقة ونقول كلام كتير جدا، لأن الموسم ده على الرغم من عدد كبير جدا من الصعوبات والعقبات اللي قابلت الفرقة، لكن الحقيقة رجالة النادي الأهلي كانوا قد المسؤولية وقدروا يحققوا مشوار طويل جدا وناجح جدا ومليء بالأرقام القياسية عشان يوصلوا لإن شاء الله بإذن الله الخطوة الأخيرة والخطوة الأهم، وهو نهائي دوري الأبطال. يعني يمكن كنا بنتكلم يا احمد على ايجابيات كتير قوي الحقيقه شفناها من مباراه امبارح، يعني ممكن كنت لسه بقول انا واحمد مروان محسن ظهر بشكل رائع، مستوى كبير قوي لمروان محسن امبارح، والهدف الاول اللي كان مركز فيه قوي وكان ذكي فيه جدا انه بالرغم من رايه التسلل الا انه كمل لحد ما الفار حكم ان هو الهدف الاول لينا، واللي سهل طبعا المهمه بشكل كبير بعد كده. وكنا اكيد الناس كلها بتتكلم دلوقتي يا احمد على جون حسين الشحات، وقد ايه حسين كان من نجوم الماتش امبارح، بس هو واحد من افضل الاهداف في تاريخ دوري ابطال افريقيا. مش عارف تفتكري هدف وليد صلاح الدين في 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 الرجاء المغربي، كان في البطوله العربيه. يعني اول ما شفت جون حسين الشحات افتكرت على طول جول وليد صلاح الدين، لانه الاثنين الجولين تقريبا يعني فيهم شبه كبير جدا، فيهم متعه وفيهم كوره وفيهم ذكاء وفيهم هدوء وفيهم مهاره. ايوه يعني حتى برغم انه يمكن كان في انتقادات شويه لحسين الشحات بعد مباراه الذهاب، الا انه فعلا امبارح كان هادي جدا، كان ضامن الكوره، يعني جاب هدف كده كلنا استمتعنا بيه الحقيقه بشكل كبير. واكيد من الايجابيات ديانج اللي يعني فعلا فارق جدا في نص ملعب، في وسط ملعب النادي الاهلي، وكان مميز جدا على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي، وبجد هو من جزء من العمود الفقري لفريق النادي الاهلي، هو والشناوي ومروان وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمد هاني. الحقيقه ما نقدرش ننسى اي لاعب امبارح، الفريق كان وحده متماسكه، وشفنا قد ايه بجد اداء رائع من اللعيبه كلهم، وديانج كان يستاهل طبعا من الكاف لقب رجل المباراه. الحقيقه يمكن من اليوم الاول انا بشوف انه ديانج لعيب بمواصفات عالميه، انك تمتلك لعيب يملك اكثر من عنصر يتفوق فيهم في نفس الوقت، سواء القوه او اللياقه البدنيه العاليه او المهاره او الجراه، لعيب بيبني او بيبدا هجمه. حضراتكم لو شفتوا الجون بتاع حسين الشحات الثاني وشفتوا ديانج اتحرك منين، من داخل السكس يارد بتاعه النادي الاهلي، قطع المشوار، خد الكوره في اللحظه تقريبا، لمح حسين الشحات وعمل الباس عالمي، وحسين الحقيقه فينش كان اكتر من عالمي. هنقف كتير مع حاجات في مواجهه قبل النهائي ومع حاجات مهمه جدا لازم عيون الاهلاويه تكون عليها وتكون حاضره قدامهم قبل ما نوصل وقبل ما نتكلم ان شاء الله على المباراه الاهم، مباراه النهائي. خلينا نشوف مجموعه من او تفاصيل اهم اخبارنا في حلقه النهارده.
نروح بقى لبيترو موسيماني المدير الفني الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه بعد الفوز على الوداد المغربي وطبعا التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال 13. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين صعد للمباراه النهائيه بعد ما اقصى الوداد في نص النهائي بنتيجه مواجهه الذهاب والاياب 5-1. ردود افعال كتير جدا على فوز النادي الاهلي، ومنها الحقيقه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا اللي هنأ النادي الاهلي بالتاهل لدور نهائي في دوري ابطال افريقيا بعد ما فاز على الوداد بمجموع مباراتي الذهاب والاياب 5-1. والحقيقه يمكن كانت مواجهه مع العيار الثقيل في نصف النهائي، ويمكن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان في تغريده الحقيقه للاتحاد الدولي هنأ فيها النادي الاهلي وجماهيره بالتاهل لنهائي البطوله الافريقيه. حساب الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف على تويتر اختار المالي اليو ديانج لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي افضل لاعب في مباراه الوداد المغربي واللي كانت طبعا امبارح في اياب نص النهائي. حقيقه يمكن ديانج زي ما قلنا كده بقى وتد في خط وسط النادي الاهلي وواحد من اسرار تفوقه، ويمكن اشادتنا بيه مش بس مرتبطه بالماتش الاخير، لكن الحقيقه ديانج يمكن من اللعيبه اللي عندها ثبات عالي جدا في المستوى في كل الماتشات اللي شارك فيها مع النادي الاهلي، ومن اللعيبه اللي طورت يا احمد تحت قياده موسيماني برضو نقدر نقول كده، وواضح اعتماد موسيماني عليه بشكل كبير. هو انت عارفه يعني انا بس عشان ما نقعدش نتكلم على كل لعيب باسمه، انا اكتر حاجه مفرحاني في الفتره الاخيره مع موسيماني ان تحسي انه الفرقه بقت هي النجم. صح، يعني تحسي ان الفرقه ككل كباكج واحد على بعضه في حاله تالق وحاله انسجام وحاله الكوره زي ما بتاخد نتيجه ايجابيه وحاله ترابط، يعني صح. الفرقه كلها الحقيقه بقت نجم واحد، وهي دي او ده جزء كبير جدا من شخصيه النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها وسبب رئيسي في نجاح النادي الاهلي في حصد والبطولات ايا كانت. الحقيقه يمكن خليني اقول لحضراتكم انه فوز النادي الاهلي رفع عدد الاهداف اللي سجلها، وده واحد من اهم الارقام القياسيه لحياه السيزون ده. سيزون صعب جدا واستثنائي جدا، وكان فيه عدد كبير جدا من الصعوبات والمطبات. الاهلي لغايه اللحظه دي يعني بعد ما تجاوزنا الوداد بنتيجه 5-1، الاهلي لغايه اللحظه دي سجل في البطوله 34 هدف في بطوله دوري الابطال، عشان يكون اكتر فريق قدر ان هو يسجل اهداف في نسخه واحده من بطوله دوري الابطال على مدار تاريخ البطوله واللي ابتدت من ستينيات القرن الماضي. الاهلي حطم واحد من الارقام القياسيه، والرقم القياسي اللي قبلنا او اللي كان مسجل قبل ما الاهلي يكسره كان برقم 31 هدف، وده كان فيه عدد كبير جدا من الفرق الافريقيه قدرت توصل له انها في سيزون واحد في دوري ابطال واحد تجيب 31 جون، اخرهم سان داونز بطل جنوب افريقيا اللي قدر يحقق الرقم ده في نفس النسخه الحالية. أهداف الأهلي في النسخة اللي وصلنا فيها الحمد لله للنهائي يمكن بدأها الأهلي بمشوار تهديفي في الدور التمهيدي قبل ما ندخل طبعا على المجموعات، دخل حوالي 9 تجوال في شباك اطلع بره بطل جنوب السودان، وأربع أهداف كمان كانوا في مباراة العودة. دور ال 32 على حساب كانو سبورت الغيني شباكه استقبلت نصف دستة اهداف من النادي الاهلي، ونجح الفريق كمان في دوري في دور المجموعات انه يسجل 7 اهداف منهم 3 في شباك بلاتينيوم الزيمبابوي و3 في شباك الهلال السوداني، وهدف واحد طبعا قدرنا ان احنا نسجله في شباك النجم الساحلي التونسي في مباراه العوده هنا في مصر. جينا بقى لدور ربع النهائي كان في الحقيقه مواجهه مع سان داونز، قدرنا ان احنا نسجل في سان داونز هدفين هنا في مصر، وقدرنا نتعادل معاه 1-1، وبالتالي سجلنا 3 اهداف في سان داونز. وفي مباراه او مواجهه قبل النهائي قدرنا ان احنا نزور شباك الوداد 5 مناسبات عشان يوصل اجمالي اهداف النادي الاهلي 34 هدف ويحقق رقم قياسي جديد. طيب عايزين برضو نطمن حضراتكم ان الجهاز الفني للاهلي اكد ان محمد الشناوي مش بيعاني من اي مشكله ممكن تخليه ما يشاركش في المباريات اللي جايه طبعا مع فريق النادي الاهلي، سواء كانت طبعا على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. واوضح الجهاز الفني ان خروج الشناوي من مباراه الوداد المغربي جه لوجهه نظر فنيه علشان بس يرتاح بعد ما ضمن الفريق بنسبه كبيره التاهل للنهائي الافريقي المرتقب. وقال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالفريق ان الشناوي مش بيعاني من اي اصابات، ووضح ان طبعا الشناوي جاهز لاي مباراه لو الجهاز الفني طبعا عايز يدفع بيه. وضح ان التغيير زي ما قلت لحضراتكم كان مجرد تغيير فني. طبعا يعني كلامنا عن الشناوي الحقيقه
انا يعني كلمنا عليه كتير جدا، والسيزون ده اعتقد انه بالنسبه للشناوي نفسه موسم استثنائي، ووجوده معانا في مباراه النهائي ان شاء الله باذن الله. احنا كده فاضل لنا طلائع الجيش المباراه الاخيره في مشوار الدوري، والمفترض ان الاهلي ان شاء الله هو هيكون ان شاء الله هيكون اسبوع تتويج. انا يعني الاهلي هيستلم درع بطوله الدوري العام في اخر مباراه لي طلائع الجيش، وبعد كده ان شاء الله يبقى متبقينا في بطوله دوري ابطال افريقيا مباراه النهائي في انتظار طبعا الفائز من الزمالك والرجاء المغربي. نروح لفان دايك وتحديدا ليفربول، والحقيقه يمكن اصابه فان دايك اربكت حسابات ليفربول بشكل كبير جدا. يمكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان بيتكلم على انه فان دايك حالته توصف بالحاله الجيده، وانه بدا مرحله التعافي من الاصابه الخطيره اللي تعرض ليها في الركبه، واللي يمكن تبعده عن المشاركه مع ليفربول لغايه نهايه الموسم. حقيقه يمكن كلوب رفض في الرد على واحد من الاسئله انه يحط جدول زمني لعوده فان دايك للملاعب مره ثانيه بعد كمان وصلت الاصابه للعمود الفقري لمدافع الريدز. واعتقد انه الكره اللي شارك فيها مع حارس مرمى ايفرتون جوردن بيكفورد في ديربي الميرسيسايد كانت السبب الرئيسي طبعا في الاصابه. اعتقد زي ما قال يورجن كلوب فان دايك العمود الفقري لليفربول، اعتقد انه اصابته هتاثر على مسيره ليفربول بشكل كبير، وان كان الحقيقه ليفربول مأدي بشكل كويس جدا في كل المباريات باستثناء طبعا مباراه السبعه اللي خسرها في بدايه المشوار. ونتمنى طبعا لصلاح ورفاقه ان هم يكونوا موفقين في كل البطولات اللي بيخدوها السيزون. خليني اقول لك في حاله من الغضب لجماهير برشلونه. الحقيقه ريال مدريد كسب برشلونه على ملعب كام نو 3-1، وفي حاله من الغضب يا احمد من الجماهير. يمكن ما كانش في توقعات كتيره قوي للمباراه، كل اللي كان بيتوقع انه برشلونه حاليا ممكن يكون افضل شويه من ريال مدريد اللي لسه خسران من قادش في الدوري الاسباني، ولكن اللي حصل انه خسرنا على ارضنا. انا اعتقد انه انا شفت طبعا جزء بسيط من المباراه قبل ما نطلع على الهواء على طول، واعتقد ان كومان بالتشكيل اللي بدا بيه والخطه اللي لعب بيها المباراه يتحمل مسؤوليه او جزء كبير جدا من مسؤوليه الهزيمه. كلامنا متواصل عن الماتش الاهم وعن ال 90 دقيقه الاهم في مشوار الاهلي في السبع سنين الاخيره، انا مش هقول في السيزون الحالي بس، بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. كلام كتير الحقيقه يحتاج وقفة ويحتاج تفكير ويحتاج نحطه قدام عينينا، وإحنا داخلين على التسعين دقيقة الأهم في مشوار الأهلي على مدار السبع مواسم الأخيرة. طبعا بتكلم على نهائي بطولة دوري الأبطال وهدف تحقيق النجمة التاسعة، حلم جمهور النادي الأهلي. بس قبل ما أدخل في التفاصيل وخليني أقول وخلينا نكون متفقين الحقيقة، إنه شرف كبير للكرة المصرية والكرة المغربية إنه أطراف المربع الذهبي في البطولة الأصعب والأهم والأكبر على مستوى القارة الأفريقية يكون مصري مغربي. المواجهة الأولى حسمها كبير إفريقيا النادي الأهلي في مواجهة بطل المغرب الوداد، واللي قلت لحضراتكم إن واحد يظل واحد من أثقل فرق القارة مقارنة طبعا بنتائجه اللي حققها على مدار الموسم الأخير. هل نتيجة الذهاب والإياب اللي حقق النادي الأهلي بفوز كبير وعريض في مجمله بنتيجة 5-1 على الوداد تأثر على اللقاء الثاني، تأثر على نتيجة الرجاء والزمالك؟ إزاي من الممكن أن احنا نقرأ ردود الأفعال في المغرب على خسارة فرقة الوداد وتأثير ده على مشواره وعلى جهازه الفني؟ الحقيقة بيشرفنا أن يكون معنا الأستاذة حليمة الدهوي الصحفية المغربية بإذاعة أم أف أم من خلال الفيديو كونفرنس. أستاذة حليمة مساء الخير وأهلا بك على شاشة الأهلي. أهلا وسهلا زميلي أحمد سمير. يعني بداية خليني أشوف وأرى تقييمك لمواجهة الأهلي والوداد بشوطيها، الشوط الأول اللي أقيم في المغرب ونتج عنه طبعا فوز النادي الأهلي 2-0 على فريق الوداد المغربي على أرضه، وبعدين مواجهة امبارح طبعا، واللي كان زي ما كنا بنسمع من المغرب أنه في يعني توقعات أنه الوداد قادر على تخطي النادي الأهلي والتأهل للنهائي، وهو ما لم يحدث، بل رأينا الحقيقة توهج لفرقة الأهلي وكانت قادرة على الفوز بنتيجة 3-1. ردود الأفعال في المغرب على المواجهة. أول شيء مبروك لنادي الأهلي المصري بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا. أما بالنسبة للمباراة الأمس هي تحصيل حاصل لموسم ارتجالي على جميع المستويات
بالنسبة لفريق الوداد. هي خيبة أمل كذلك لكل المغاربة وخصوصا الجمهور الودادي الذي كان ينتظر مباراة كبيرة للوداد الذي عودنا أن يكبر في المباريات الكبيرة وتقديم مستوى يليق بالكرة الوطنية المغربية ويليق كذلك بالمستوى الكبير الذي عودنا عليه الوداد خارج وداخل المغرب. إذن كما قلت هو تحصيل حاصل لموسم ارتجالي على جميع المستويات، تغيير المدرب في 4 مناسبات في ظرف لا يتعدى سنة، فمن الطبيعي أن يخرج الوداد بأي لقب هذا الموسم. نتمنى أن يتدارك الوداد هذه الأمور واستعادة قوته على المستوى المغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية في أقرب وقت. لكن بالتأكيد الإعلام هناك لما تناول الخروج، وأنا بعتقد أنه خروج قاسي، لأن أنا قلت أنه بحكم وبمقارنة نتائج الوداد في المواسم السابقة وحصوله على البطولة والوصول للنهائي في النسخة الأخيرة، فالخروج على ايد الاهلي بنتيجه 5-1 بعتقد انها نتيجه قاسيه، وبالتالي في لابد من سواء من وسائل الاعلام في المغرب سواء من القائمين على اداره نادي الوداد او حتى من جماهيره تفنيد لاسباب الخروج بهذا الشكل. من وجهه نظرك ايه هي الاسباب اللي ادت لخروج الوداد امام الاهلي بنتيجه 5-1؟ طبعا هي نتيجة غير مرضية لجماهير الوداد وللشعب المغربي. هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الإقصاء والهزيمة ذهابا وإيابا أمام الأهلي المصري، من بينها كما قلت تغيير المدرب في 4 مناسبات في ظرف وجيز جدا، وكذلك مجموعة من الأسباب الداخلية في النادي الأحمر، رحيل المدافع الهداف محمد نهيري الذي التحق مؤخرا بالدوري السعودي للمحترفين، رحيل كذلك أيوب الكعبي الذي يقدم مستويات جيدة على مستوى الهجوم، عدم قانونية أشرف داري وميغيل باباتوندي، عدم جاهزية الشيخ إبراهيم كومار الذي يعول عليه كثيرا في دفاع الوداد، وكذلك اللياقة البدنية التي غابت بشكل مهول في مباراة الأمس بسبب موسم شاق على مستوى البطولة المغربية التي انتهت مؤخرا بتتويج فريق رجاء البيضاوي عفوا بالدرع رقم 12. طيب. إذن هذه الأسباب هي التي ساهمت في إقصاء الوداد من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. طيب، ما زال أشقائنا في المغرب يحتفظون بحلم تأهل أحد الفرق المغربية للنهائي. عندنا مواجهة متبقية بين نادي الزمالك المصري ونادي رجاء البيضاوي، من المفترض طبعا وبصفة الفرقتين منافس محتمل. خليني أخذ رأيك، هل تري أنه النتيجة اللي حسم بيها الأهلي المواجهة الأولى ممكن أنها تأثر على المواجهة الثانية، وخصوصا أيضا أن الزمالك المصري قدر يحقق فوز على الرجاء المغربي على ملعبه بنتيجة 1-0؟ بخصوص مقابلة الرجاء للزمالك المصري، فالرجاء عودنا على الريمونتادا وكذلك حسم الألقاب أو التأهل للأدوار المتبقية من أي منافسة خارج ميداني. نستحضر هنا مباراة كأس العرب التي جمعت الفريقين الرجاء والزمالك سنة 2004، كان هناك نفس السيناريو، هزيمة الرجاء هنا بمركب بالرباط بهدفين لصفر، فيما مباراة الإياب عرفت توهج كبير للاعبي الرجاء وتحقيق التأهل بثلاثة أهداف مقابل صفر. إذن مقابلة الوداد للأهلي هي مقابلة للنسيان سواء للوداد وكذلك للرجاء في هذه المنافسة الإفريقية، لكن الرجاء أصلة مني ونيابة عن جميع المغاربة خصوصا الجمهور الرجاوي، نأمل أن يتأهل الرجاء إلى نهائي عصبة الأبطال ولما لا تحقيق اللقب هناك بالقاهرة. التأهل النهائي ممكن، تحقيق اللقب أعتقد أنه أمر في غاية الصعوبة، بس خليني بمناسبة كلامنا عن الرجاء لا يعرف المستحيل، الرجاء لا يعرف المستحيل، وكلنا أمل لتحقيق اللقب من القاهرة لما لا، بصفتي كمغربية نطمح إلى حسم اللقب هناك بالقاهرة. من حقك تماما، حلم مشروع، ولكن بالتأكيد الأهلي لن يفرط في البطولة. خليني بس بالمناسبة كلامنا عن الرجاء ومباراة الرجاء والزمالك أطمن منك على حالة لاعبين الرجاء اللي عرفنا خلاص إن هم يعني في عدد من الإصابات بفيروس كورونا، وعلى هذا الأساس تم تأجيل مباراة الـ قبل النهائي. نعرف منك حالة اللاعبين ونطمن عليهم لو سمحت.
بالفعل هناك إصابة 16 لاعب بكوفيد 19، وهو الأمر الذي فرض على الكاف تأجيل مباراة الرجاء أمام الزمالك. الحالة اللاعبين مستقرة ولا تدعو للقلق، لكن ليس هناك أي بلاغ رسمي من النادي يؤكد أو يقربنا من الحالة، لكن بعض الاتصالات مع بعض اللاعبين وكذلك بعض الأطر داخل الرجاء تؤكد أن حالة اللاعبين لا تدعو للقلق ومعنويتهم مرتفعة جدا من أجل خوض إياب هذا النصف النهائي أمام الزمالك هناك بالقاهرة. إذا الرجاء كله أمل ولاعبيه دائما مستعدين لهذه المباراة وهذه القمة من أجل استعادة طعم الفوز بعد ضياع بعد الهزيمة هنا بمركب محمد الخامس بإصابة للصفر. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة حليمة الدهوي الصحفية المغربية بإذاعة ام اف ام، ونتمنى طبعا السلامة والشفاء العاجل للاعبي فريق الرجاء، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا جاهزين لمباراة قبل النهائي مع فريق الزمالك المصري، وكل تمنياتنا طبعا لنادي الزمالك بتخطي فرقة الرجاء. الحقيقة يمكن خدوا بال حضراتكم احنا بنتكلم على نهائي هيكون الأول من نوعه في تاريخ بطولة دوري الأبطال، يعني ما سبقش، مش بتكلم على انه الاهلي والزمالك فريقين مصريين اساسا على مدار تاريخ البطوله كلها، ما فيش فريقين من دوله واحده قدروا ان هم يوصلوا لنهائي بطوله دوري الابطال، دي هتكون سابقه هي الاولى من نوعها، وده شيء الحقيقه يشرف كل المصريين وشيء يضيف للكره المصريه وللرياضه المصريه بشكل عام، واتمنى ان شاء الله انه يكون نهائي يليق بالدوله المصريه في شكلها الحديث والجديد، إضافة الحقيقة كبيرة جدا لنجاحات بتتحقق في كل مجالات، وليه لا كمان ما تكونش منها المجالات الرياضية. خلينا نقف بقى مع ماتش امبارح شوية، أنا الحقيقة في أكتر من نقطة عايز أكلم حضراتكم فيها. ليه الكلام ده؟ لأنه في أوقات المطبات الصعبة بتظهر النوايا، وإحنا الحقيقة على مدار السيزون ده خدوا بال حضراتكم إحنا هنا في نفس المكان في السادسة في أكتر من مناسبة، سواء على ماتشات بعينها ماتشات مهمه او ما قبل ما مباريات مهمه، كنا دايما بنستعرض بالارقام عشان احنا بنحاول دايما، يعني ممكن لما تكون الكلام وجهات نظر او اراء تستحمل ان يكون فيها جزء من الهوى، جزء من الميول، جزء من حاله العاطفه والانتماء، لكن الارقام لا تكذب ولا تتجمل. لما بنتكلم على الاهلي بالارقام بنقول انه الاهلي محقق السيزون ده موسم استثنائي بكل المقاييس. يعني ايه؟ يعني كل الارقام القياسيه المرتبطه بكرة القدم قدر النادي الأهلي أنه يحققها السنة دي، سواء على مستوى مش بس على مستوى الدوري المحلي لكن كمان على مستوى دوري أبطال أفريقيا. عشان كده أنا بقول لحضراتكم الأهلي هو ملك أفريقيا الكلام ده، ونتمنى طبعا ده يترجم بالفوز بالبطولة، ودي رسالة مهمة جدا نوجهها للعيبة. حالة الاطمئنان الشديدة جدا اللي وصلتوها لجمهوركم، حالة الفرحة الكبيرة جدا بالنجاحات اللي الناس لمساها بشكل كبير جدا، خصوصا في فترة موسيماني، من المرحلة اللي تولى فيها موسيماني احنا لعبنا مع موسيماني خمس ماتشات ولا أروع، خمس ماتشات أجمع فيها كل الجماهير الأهلوية على أنه الأهلي استعاد الروح واستعاد الشخصية ووصل وحقق فيها أهداف في مرحلة في منتهى الصعوبة، كانت على الفريق وكانت على الجهاز، بعد عروض بمنتهى الصراحة لم تكن تطمئن جماهير النادي الأهلي في إمكانية تحقيق الفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكن النقلة حصلت، وحالة الفرح والبهجة دي هتتنسي وتتمحي لا قدر الله بأستيكا في حالة إخفاقنا في تحقيق بطولة أفريقيا، وكل الأرقام القياسية والإنجازات اللي حققها هذا الجيل من اللاعبين في الموسم الحالي ستمحى وستذهب ولن يتذكرها أحد، يتذكرها الجميع وتتذكرها أجيال وراء أجيال في حال ترجمتها لفوز بدوري الأبطال. امبارح تفرح وتخاف، امبارح تفرح عشان مش بس أنت بتكسب الوداد ذهابا وإيابا، ومش بس بتعمل سكور على أعلى مستوى، ومش بس بتتمتع بكورة حلوة، لكن كمان أنت شايف أنه فرقتك كلها بقت هي النجم. صعب جدا تقول الشناوي ولا ايمن ولا هاني ولا معلول ولا ديانج ولا السوليه ولا قفشه ولا مروان ولا الشحات، الفرقه كلها الحقيقه، وده يحسب في المقام الاول والاخير لموسيماني، خايف جدا 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 من حاله الفرحه،
وخايف جدا جدا من السكور التقيل اللي بيحصل مع فرقه بحجم الوداد تاخد ثقتنا في نفسنا ومعنوياتنا للسماء وتاثر على تحضيرنا وتجهيزنا للمباراه القادمه، المباراه الاصعب زي ما قلت لحضراتكم والمباراه الاهم على مدار 7 مواسم كامله، مش بس بتكلم على الموسم الحالي. درس مهم جدا من جول مروان محسن امبارح. زمان كنا بنقول للعيبه او بنسمع الاجهزه الفنيه والمتخصصين والمحللين بيقولوا للعيبه العب على صفاره الحكم. في هذا العصر لا، ما تلعبش على صفاره الحكم والعب على الفار. وتخيلوا حضراتكم انه مروان لو ما كانش كمل في الكوره او ما كانش احرز الهدف ولعب على رايه المساعد او انه شاط الكوره باستهتار والكوره ما دخلتش كان ممكن تكون ايه النتيجه. وبالتالي درس مهم جدا انك تكمل لغايه نهايه اللعبه وتشوف لا قدر الله لو فيها حاجه الفار يحسمها. الهدف بتاع حسين الشحات وبعيدا عن روعه الهدف وجمالياته، احنا يمكن اعتقد مصر كلها امبارح استمتعت بلحن عزفه حسين الشحات اللي بالمناسبه هو ده حسين الشحات اللي احنا بنستناه، هو ده حسين الشحات اللاعب الذي يصنع الفارق. وخدوا بال حضراتكم انا بيتهيالي انه حسين بمجرد ما استلم الكره من اليو ديانج وهو محطوط تحت ضغط وهو بيعمل عمليات حسابيه في دماغه في اجزاء من الثانيه، لان الكره دي بالكربون جات له في مباراه الذهاب واخفق في ان هو يحرز هدف، وبالتالي كان في حساباته هتضيع ولا هقدر اخلصها. ده يعمل نوع من انواع الضغط، يعمل صعوبه في اتخاذ القرار مطلوب منك تاخده في جزء من الثانيه، ورغم كده حسين قال لحسين العب كورتك. والحقيقه ان الراجل تالق وابدع وحط واحد اعتقد هيكون من اهم اهدافه على مدار مشواره الطويل. نتمنى الحقيقه ان هو يكون ناجح ونتمنى كمان ان هو يكون ممتد مع النادي الاهلي. جمله اخيره قبل ما اقفل كلامي على مباراه النهائي، قدامنا فرصه كويسه جدا للاستعداد. وخدوا بال حضراتكم انه المشوار اللي اتحقق على مدار موسم كامل قابل فيه النادي الاهلي عدد كبير جدا من الصعوبات والعقبات. وانا بكلم استاذه حليمه الدهوي في المغرب وبكلمها على تفسيرهم او تفنيدهم لاسباب الخروج القاسي لفريق بحجم الوداد المغربي امام الاهلي، قالت لي غياب عنصر واثنين وثلاثه واربعه. السيزون الحالي ده غاب عن النادي الاهلي لاسباب كتيره جدا مش هقود فيها، فرقه كامله. فرقه كامله، وده ما منعش النادي الاهلي من هو يواصل مسيرته الناجحة. الأهلي لا يقف على أحد، النادي الأهلي بطل أيا كان من يمثله، وهي دي شخصية وهو ده كيان وهي دي روح النادي الأهلي. السيزن ده واحد من أصعب المواسم، مش بس كمان عشان الغيابات لكن كمان عشان فترة توقف صعبة جدا وطويلة جدا تأثر وأثرت بالفعل على كل الفرق وعلى الرياضة وعلى الكرة في العالم. ورغم كده لم تتأثر مسيرة النادي الأهلي واستمرت المسيرة الناجحة سواء على مستوى البطولات المحلية أو على البطولات القارية البطولة الإفريقية. كل التمنيات، فرصتنا كبيرة جدا ولم نكن في لحظة من اللحظات أقرب لتحقيق حلم دوري الأبطال زي ما إحنا في هذا الموسم الحالي. والأهلي تحت قيادة موسيماني وبنجومه قادرين إن شاء الله على حسم البطولة وتحقيق النجمة التاسعة. الأهلي ده حياتنا. وفاصل ونرجع لحضراتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة يعني منورني واحد من أبناء ونجوم النادي الأهلي. يعني ما اكتفاش بأنه كان حارس مرمى رائع ولكن من أهم وأقوى مدربين حراس المرمى في تاريخ مصر، ليه نظرة ثاقبة وبيطلع كده من تحت إيده أهم حراس المرمى في مصر. هنتكلم معاه في حاجات كتيرة قوي، طبعا مباراة الأهلي والوداد، وطبعا عن أفريقيا وعن النادي الأهلي بشكل عام. الفريق دلوقتي شكله إيه تحت قيادة موسيماني؟ ودايما بيمتعنا بكلامه في كرة القدم كابتن أحمد ناجي. منورني يا كابتن في برنامج السادسة. الله يخليكي، وسعيد جدا إن إحنا الاتنين في بيتنا كبير في النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي. انا ما يعني بعد التطوير الجميل دوت ما يعني يمكن توجدت مره ولا حاجه، ودي تاني مره. قبل ما اتكلم معاكي في اي حاجه، انا بعزي اسره النادي الاهلي واسره السباحه والعاب الماء في صديقنا العزيز كابتن سندس، كل يعني رحمه الله عليه ما توفى الله النهارده. بعزي كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره،
يعني موت مفاجئ، وربنا يرحمه يكون في مكان احسن مننا ان شاء الله. ربنا يرحمه يا رب وفي الجنه ان شاء الله يا رب. خليني يا كابتن ابدا مع حضرتك طبعا بمباراه الاهلي والوداد سواء الذهاب او الاياب. طبعا شايف ازاي من وجهه نظرك الفنيه الاهلي تحت قياده موسيماني في افريقيا؟ يمكن اتكلمنا قبل الهواء، قلت لي على يعني اختيار لما سمعنا موسيماني. اسم موسيماني انه هيدرب النادي الاهلي، موسيماني انا اعرفه معرفه كويسه جدا، وقلت يا ريت تجربه كانت بالنسبه لي فيها جرأه وفيها دراسه يعني مدروسه بشكل جيد، والوقت طبعا حسمها يعني قصر المسافه، وكان النادي الاهلي محتاج مدرب فعلا كويس في فتره يعني مش كبيره. انا قلت يا ريت لانه انا اعرف الراجل ده كويس، اعرف دماغه، اعرف الاستاف اللي بيشتغل معاه، ناس يعني اب تو ديتنج وعلى طول متابعين المودرن فوتبول وبيشتغلوا فيها كويس، وده اللي انا حسيته. يمكن من تاني مباراة حسيت بنفس الريحة اللي أنا كنت مباراة المقاولين يعني الأهلي طبعا المعاولين. طبعا التنظيم وأداء واجبات المراكز بشكل فيه تحرر، الارتداد لما بنفقد الكورة كل الناس تحت الكورة، والانتشار لما بتبقى معانا الكورة كل المراكز بتشتغل بشكل، الى ان شويه في الاول كان يعني معدلات البدنيه بتنزل في بعض الفترات فالتركيز بيقل شويه، لكن عموما تقريبا يمكن 70 دقيقه في المباراه او 65 دقيقه في المباراه فيها تنفيذ واجبات المراكز بشكل مرضي جدا لاي جهاز فني، وده وقت مش قليل يعني في كره القدم. طب ممكن نقول ان اعتماد موسيماني على طريقه انه احراز هدف مبكر لاضعاف معنويات الخصم كانت تعتبر تجربه تدريبيه ناجحه؟ لا، هو مش مفيش في الكوره واحد بيقول انا هحرز هدف مبكر، بس مثلا على ارض الوداد لكن مجريات اللعب هي اللي مجريات اللعب يعني الضغط العالي مثلا بيبقى في فرصه ان انت تبقى عندك استحواذ وتضغطي ضغط عالي فيبقى تهيئ لك فرص، لكن ممكن ما تجيبيش منها بس اهداف. بس كان غريب، هي كره القدم زيها زي الحياه، صح؟ كره القدم هي الحياه، بمعنى ان انت بتكسبي في اول دقيقه بتخسري في اخر دقيقه، بتكسبي بتخسري في اول دقيقه تخسري في اول اخر دقيقه، هي الحياه، الحياه عموما. فما اقدرش انا اقول ان المدرب عمل تاكتكس بحيث انه يجيب جون في اول خمس دقائق، يعني ممكن زي الملاكم مثلا بيلعب 15 جوله يا يكسب في اول جوله يا في الجوله ال 15 فلا يعني، لكن هو طريقه اللعب بتاعه تمنح التيم فرصه انه يبقى عنده فرصه للتسجيل بالشكل التكتيكي اللي هو عامله ده، بيدي حريه في الحركه زي مثلا محمد مجدي في البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي، اطراف الملعب، الباكات الاثنين اللي تحت ازاي بيتصرفوا لما كره معانا وكره مش معانا، حتى السيرد باكات وواجباتهم في الخروج من المنطقه بتاعتهم، بنايه اللعب، الاستحواذ في نص الملعب، كل الحاجات دي بتدي فرصه ان انت تبقي ليك اليد العليا، صح؟ لكن تحرزي في الهدف، المدرب بيقول هنحرز في كل، لا، فكره اتباع الاسلوب الهجومي مثلا على ارض الوداد في مباراه الذهاب كانت غريبه بالنسبه لبعض او استغربوا ان هو يعني رايح يهاجم على ارض الوداد، بس متهيألي بالنسبه لحضرتك كان هي مش فكره ان هو لا، هو ده اداء عام للفريق، يعني مش فكره انه انا رايح العب بشكل هجومي، لا، الهجوم امتى والدفاع امتى؟ الهجوم لما بيبقى معايا الكوره، او ان اعمل ضغط عالي على الخصم من قدام عشان اخد من بدري، فده اسلوب. وبعدين بقى لما بفقد الكوره برجع كل الفرقه ورا الكوره، فده اسلوب دفاعي بحت، لكن اول ما ناخد الكوره بتحسي بقى بان في واجبات بتتنفذ اللي بيها يبقى في فرص ان احنا نبقى نشتغل ويبقى الشغل ليه ناتج. طيب فكره انه المدرب ده بانت بصماته بالسرعه دي يا كابتن، يعني كانت الناس كلها بتقول ان الوقت ضيق قوي على ان احنا نشوف الراجل ده هيعمل ايه في الوقت القليل ده، بس من اول ثلاث ماتشات حتى في الدوري سواء انبي او المقاولين او بيراميدز، لا، شفنا هو بيتسو عايش معانا، ما هو عايش معانا من زمان،
من 3 4 5 سنين في البطولات الافريقيه هو عايش مع الاهلي والزمالك والرجاء والوداد والترجي والافريقي، عايش مع الفرق دي والفرق الجزائريه والفرق المغربيه، هو موجود في المنطقه وحافظ الاهلي ودرسه كويس، فده اللي خلاه ما ياخدش وقت بقى في التعرف على اللاعبين. وكانت فكره طبعا رائعه من الكابتن محمود والمسؤولين عن التعاقدات في النادي الاهلي. فلا يعني هو راجل ما هوش غريب عن المنطقه، وما هوش غريب عن حتى لان هو اساسا عنده فريق تحليل لما كان بيلعب النادي الاهلي. الفريق التحليل ده بيديله البوينتس بتاعه نقطة القوة ونقطة الضعف والنادي الاهلي بيلعب ازاي عشان يلعبهم طبعا، وعمل نتيجة خرافية مع النادي الاهلي اكيد، فعارف كل حاجة. هو ده اللي لم الموضوع في الوقت القليل ده. في لعيبة كتير قوي تطورت تحت قيادة موسيماني، منها أفشة، منها حسين الشحات، منها ديانج برضو. عايز أعرف رأيك وتقييمك لكل لاعب من دول. يعني لو اتكلمنا عن أفشة خصوصا في مباراة الذهاب وقدم الحقيقة أداء رائع، يعني بقى هو المسألة مش مسألة إن هم اتطوروا بسرعة، هم لعيبة عندهم إمكانيات أساسا، هو قدر يظهرها، فهو مش أكتر من إنه يعني إدالهم أريحية ومساحات يلعبوا فيها وسبورتنج من الناس اللي حواليهم. فبقى في ميكانيزم معين في الملعب اللي بيه لقيت دلوقتي بخلق المساحه بقى اسهل، المرور من الجناب بقى اسهل، زائد انه في حاجه مهمه جدا معرفش طبعا الفنيين اكيد عارفينها، يعني كل الاهداف او معظم الاهداف اللي احنا جبناها بنتمريرها في العمق. فهو دارس ان السردباكين بتوع الوداد اقل ناس، يعني اقل اتنين في الفرقه، فيعني ركز في الاداء عليهم. وتمريرتين في الماتش اللي في مصر جبنا منهم هدفين، وفي ماتش برضو اللي هناك في المغرب جبنا برضو من العمق. فهو دارس وعنده يعني خطوط بيانيه واضحه جدا عن المنافس وعن فرقته. يعني شفت ازاي جون حسين الشحات امبارح؟ لا طبعا انا شفته قبل كده بقى في لعيبه برضو وليد صلاح الدين في ماتش ضد فرقه مغربيه برضو عمل نفس الدريبلينج دوت وجاب جون برضو رائع زي كده. طبعا حسين بقى انا بتكلم على لاعب عنده موهبه، لسه ما شفناش حاجه من حسين على فكره. حسين ده في حته ثانيه، الناس هتشوف ده. وانا سمعته امبارح هو في احد اللقاءات، يعني عجبني كلامه جدا، لانه ما هواش يعني ما عندوش يعني انه يقول ان انا الجون ده اداني ثقه. يعني في ناس بتبقى عندها نعره كده وعندها يعني بعض التعالي في ان هو يقول ان انا ما كانش عندي ثقه والجون ده اكسبني الثقه اللي انا كنت مفتقدها. وتصريح اول يعني الصدق هو اول طريق النجاح. ده رايي، فهو صادق جدا مع نفسه، وهتشوفي من حسين حاجات حلوه الايام الجايه. بس دي حقيقه يا كابتن، فعلا الجون ده هيدي لحسين الشحات ثقه كبيره قوي الفتره اللي جايه. مروان محسن؟ لا مروان طبعا احنا يعني اعتمدنا عليه فتره طويله في المنتخب، ومع كوبر ومع مستر كوبر ومع مستر اجيري، يعني مهاجم عنده ميزات كتير جدا وعنده صلابه من الناحيه الشخصيه، يعني لانه طبعا بيتعرض في بعض الاحيان مش لانتقادات لتشريح وذبح. وصراحه انا يعني مروان انا عارف قدراته كويس جدا، عاش معانا في المنتخب فترات كبيره وطويله، شهور وسنين. فلا مهاجم من طراز الاول، محطه مهمه جدا. وزي ما قلت لك قبل كده ان موسيماني عمل الاداء التكتيكي اللي يساعد كل واحد في البوزيشن بتاعه ان هو يطلع احسن حاجه عنده. بجانب الاداء التكتيكي ده يا كابتن، التعامل النفسي مع اللعيبه بشكل صحيح ده موسيماني شايفينه منه جدا مع اللعيبه. هي دي حاجه بتبقى داخليه، يعني حاجه العيله بتحسها اكتر، بس بيأثر على اللاعب في الملعب وحضرتك اكتر واحد. ده طبعا احنا بنسميه في الكوره الموتيفيشن، الدوافع، محاولات النجاح. ده في علم التدريب يعني محاولات النجاح بتعمل ثبات، محاولات الفشل بتعمل ديستورشن او يعني شوشره على اداء اللاعب. واضح جدا دي كانت موجوده برضو في فتره مستر فايلر الاولانيه. كان برضو كنت حاسس ان فيه
يعني برضو في لمة وفي أوضة الملابس هادية، دي مهمة جدا جدا إن أوضة الملابس تبقى فيها هدوء وما فيهاش رغي وما فيهاش فتي. واضح في الفترة دي بتاعت بيتسو ان برضو اوضه اللبس فيها هدوء وفيها. حضرتك كنت بتقول انه مروان محسن اتعرض لتشريح من جانب يعني ممكن بقى الناس على السوشيال ميديا او صحافه او غيره، شايف يعني ايه السمات الشخصيه اللي في مروان محسن اللي خليته ان هو يقدر يعدي الفتره دي؟ مش سهل ابدا ان حد يتعرض لانتقادات كتير في مجال شغله ايا كان ايه هو مجال شغله ويقدر يرجع تاني ويثبت قد ايه. لا انا قلت لك هو سماته الاراديه، سماته الاراديه عنده سمات اراديه ممتازه جدا بتاعت واحد بروفيشنال، يعني بتاعت واحد لعيب محترف. احيانا بيتاثر شويه، وطبعا انا بقول له بلاش يعني ابعد عن المنطقه دي او السوشيال ميديا او الكلام على الفيسبوك والحاجات اللي هي اللي لانه طبعا كلهم عيال عندهم 15 سنه و16 سنه وحاجات كده، فطبعا ده مش مؤشر ان هو يخلي الواحد يتهزأ او ينفعل او حاجه. كان بيكلمك يا كابتن في الفتره دي؟ احنا دايما 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 يعني انا داعم ليه بشكل كبير جدا، لانه طبعا هو اساسا بني ادم مريح ومطيع وبينفذ تعليمات المدرب بحذافيرها، حتى لما بيبقى وحش من وجهه نظر الجماهير او المشاهدين ما بيبقاش وحش من وجهه نظر المدير الفني او المسؤول عن الفرقه، لانه هو بينفذ حاجات كتير جدا ما فيهاش جماليات تعجب الناس، لكن فيها يعني لعيب تكتيكي بالنسبه للمدرب. ودلوقتي الحمد لله الحمد لله انه بدا يحصل الانتاج بتاعه في التهديف يزيد، وطول ما في مسانده وفي يعني. انت بتدعمه ازاي يا كابتن في الفتره دي؟ دايما بكتب له كلام حلو، دايما بتكلم معاه بشكل يعني يعني ما بصدق حاجه حلوه تتعمل. تبعتها له على طبعا طول. طبعا هو دايما او على صفحتي وانا على صفحته، ف لكن ما بنتكلمش في التليفون. لكن ما كان الفتره اللي كان معانا فيها في المنتخب برضو كنت طبعا دعمه جدا، وانا بحبه من يعني على المستوى الشخصي يعني. طب خليني بقى لازم اروح للشناوي ما دام بنتكلم عن لاعب، وكنت بقول لحضرتك قبل ما نبدا الحوار ان كان عندك ثقه كبيره قوي في الشناوي ان هو يبقى حارس مصر الاول طبعًا. في كاس العالم وهو ما كانش لاعب تصفيات ودي ثقه كبيره قوي من حضرتك طبعًا. فكنت بسالك كنت شايف ايه بيميز الشناوي عن غيره؟ بصي هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري الشخصيه محمد الشناوي ده افضل محترف في الدوري المصري، لانه فهم العمليه بكل ما فيها من متطلبات. الشناوي بدا معانا صغير جدا في 15 سنه او اقل من كده كمان، وانا في فترات في المنتخب كنت باخده وهو من بتروجيت، كنت طبعا في انتقادات كتير جدا، ولانه بتروجيت في الفترات دي يمكن ما كانتش ماشيه بشكل كويس، لكن انا كنت عارف امكانياته كويس جدا وعارف ان انا بعمل حاجه مظبوطه. طبعا انت عارفه ان طول الوقت انا منتقد، خدت فلان وست فلان ومش عارف ما مش عارف ايه. ضغط عليك ده يا كابتن ولا ما بتسمعش الكلام ده؟ لا لا عمري ما يعني انا يعني الحمد لله يعني فتره طويله في توفيق من ربنا، لانه يعني طبعا يعني ضميري هو اللي بيحركني، وبعدين احنا تيم ورك جهاز فني كامل. صحيح بتتولد ثقه كبيره بيني وبين اي مدير فني، والحمد لله ما اختلفناش في اي حاجه خالص. كنت باخده بتروجيت وخدته قبل كاس العالم فترات كتير، واشتغل في ايطاليا بالتحديد في معسكر ايطاليا، كان طويل شويه المعسكر، وانا طول الوقت بتناقش انا ومستر كوبر، لانه ما عندوش اي رصيد دولي ولا خمس دقايق. هنروح لحتة مستر كوبر، بس حضرتك كنت شايف في الشناوي ايه من صغره؟ انا شايف ان هو ده النموذج لحد هيبقى مشروع كبير زي ما بقى دلوقتي. يعني هو ابتدى معايا المشروع ان هو يبقى حارس دولي في كاس العالم وفي البطولة الافريقية. يمكن احنا كل الناس اتقطعت في البطولة الافريقية اللي في مصر ما عدا انا وهو، يعني عشان هو ادى اداء كويس صح عشان هو ادى اداء كويس جدا،
وبالتالي فكنت انا في منطقه ثانيه انا وهو من الخناقات والحاجات. بس قبل كان في بقى خناقات ومستر كوبر ومش مقتنع. لا لا مستر كوبر لا مش حكايه مقتنع يعني هو اللي كان بيتقال ما عندوش دقيقه لعب دولي ما عندوش خمس دقائق لعب دولي ولا تصفيات حتى ولا اي حاجه خالص. ولكن في الاخر طبعا ادانا هو بقى ماتش البرتغال قال لنا انا حارس دولي كبير جدا ما تقلقوش هتلاقوني. وده اللي حصل من اول مباراه دوليه. اول مباراه دوليه دي يمكن ما اتحصلتش في تاريخ الكوره كلها ان اول مباراه دوليه اللاعب ياخد فيها مان اوف ذا ماتش على سواريز وكافاني واسماء كبيره جدا في الملعب. الحقيقه كانت حاجه مشرفه جدا. كانت حاجه طبعا والحمد لله هو بقى كمل بعد كده بنفس التركيز وبنفس الاهتمام بره الملعب وجوه الملعب. ويعني انا بصراحه انا كل ما بيعمل حاجه حلوه يعني ببعت له رساله ما بقولش غير كلمتين بس انا فخور بيك وخلاص. هو يبعت لي بقى الرساله انا شويه كلام حلوين وكلام كده بس انا كل مره بقول له انا فخور بيك وبس ما بقولوش حاجه تانية. لما كنت بتتفرج على مباريات الذهاب وشفت ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا اللي هي مش ضربه جزاء ووقفت محمد الشناوي لا انا بقول لك هو محمد الشناوي خلاص انت بتبقى واثق وانت بتتفرج. لا في ضربات الجزاء ما فيش حد بيبقى واثق يعني ما انا عايز اعرف لكن انا عندي حاجة. عندي كأنا كمدرب عندي ان هو بصنف حاجات كده عنده يعني رد الفعل من شوطه من مسافات قريبه دي المواصفات بتاعه ضربه الجزاء ها بحاجات كده رد فعل من شوطه من مسافه قريبه هو متميز فيها فيبقى فرصته في صد ضربه الجزاء عنده فرصه. الكور العرضيه اللي ارتفاعها مش عالي الكور العرضيه العاليه الكور المرفوعه من المنطقه الاماميه من المواجهه حاجات كده فينا في الشغل الفني بتاعنا انا مديله فيها درجات ومدي معظم الحراس اللي انا كنت باخدهم في المنتخب درجات في بنايه اللعب في الشغل بالرجلين في 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 في, في. لما تجمعي كل الحاجات دي هتلاقيه هو دلوقتي نمره واحد في كل الحاجات بدون يعني بدون مجامله يعني بدون مجامله. ودي طبعا اراء الجماهير برضو يا كابتن شايف ازاي تطوره بقى الفتره دي يعني انت من ساعه ما سبته دي طبعا يعني يشكر عليها مستر ياناكوني يعني. طبعا اكيد طبعا انا ما شفتوش هو بيدرب لكن اكيد هو عنده حاجه كويسه جدا. طبعا الراجل درب في اوروبا يمكن 20 سنه في الدوري السويسري اكيد عنده حاجه كويسه وهو يعني انا بقى كنت هزعل لو محمد الشناوي مستواه قل او او طبعًا. او ثبت في منطقه لكن لا انا شايف تطور يعني كويس يعني شايف ان ده التطور اللي انت كنت بتتمناه طبعًا. لا, 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 لا هو لا هو رايح شغل فاخر سبع نجوم ما فيهوش عنده اي حاجه كله تمام من كاس العالم وكاس افريقيا كان بيعمل كل حاجه رائعه. الصعوبه بتاعت كده بقى ان يجي له مدرب يحافظ له على ده ويزود. هو ده اللي حصل مع مستر ياناكوني فانا طبعا بقدم له كل الشكر أكيد. من خلال قناتنا وبتمنى لهم هم وكل الحراس طبعا في علي لطفي في مصطفى شوبير هنتكلم طبعا عنهم طبعا في احمد طارق سليمان في حارس كمان بيشتغل معاهم دلوقتي كلهم بتمنى لهم التوفيق. طيب كابتن لو جيت سالتك كده على الصفات اللي لازم تكون موجوده في حارس المرمى لما بتشوفه من هو صغير من الناشئين يعني 1 2 3 مثلا ثبت الانفعالي قوه الشخصيه ايه اهم لا اهم حاجه في اهم حاجه في اي شغلانه في الدنيا في انت كمذيعه في المهندس في الدكتور في اي حاجه التالنت الموهبه دي نمره واحد الموهبه دي اللي بتبني عليها بقى بعد كده بقى امكانيات جسمانيه امكانيات عقليه صفات اراديه سمات اراديه لان في فرق كبير جدا بين الصفه الاراديه والسمه الاراديه عندنا في علم كره القدم يعني واحنا يعني طبعا الواحد طبعا بيجتهد على قد ما يقدر انه يبقى في المنطقه دي منطقه التواجد الدائم في 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 محفل كرة القدم عشان تعيشي في أي وظيفة عشان تعيشي لازم تبقي متابعة لكل الدنيا ومتابعة للحاجات. لا هو طبعا في مسطرة كبيرة جدا 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 أهم حاجة فيها الموهبة
اكيد يا كابتن. طب كنت شايف ازاي امبارح تبديله الشناوي بعلي لطفي؟ حلوه يعني جدا. انا كنت مبسوط جدا انه يرتاح بقى وعلي لطفي ياخد فرصه. النتيجه 3-0 يعني انت ضامن كمان؟ لا مش حكايه ضامن كده، متقللي من علي لطفي. لا لا لا، لا يعني انا بقول ايه، بقول ايه، ده راجل ذكي. ممكن يحصل دروب في اي وقت زي ما حصل الاسبوع اللي قبله. طبعاً. كان الشناوي عنده مصاب حاجه في العضله الضامه بسيطه الحمد لله. لكن هو وفي مباراه كبيره جدا سيمي فاينل يعني حاجه منتهى الجراه من المدرب. لو واحد تاني كان انا هوجع دماغي بقى وانزل الحارس الثاني، لا حارس كبير جدا علي لطفي وخد نص ساعه او اكتر. فطبعا ده انا يعني جراه من مدرب وشخص بين شخصيته ان هو بيفكر في اللي جاي، ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه. يا رب ان شاء الله ما يحصلش حاجه وكلهم جاهزين يعني. طيب بالرغم يا كابتن من انه الاصابات كانت كتيره قوي، الموسم كان صعب، ناس مشيت من النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يحسم الدوري قبل طبعا انتهائه بسبع اسابيع وخلاص يعني الحمد لله فاينل افريقيا، وباذن الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. ويبقى بقى كلام الجماهير الفتره دي كلها وكلامنا كلنا انه الاهلي ما بيقفش على حد. حضرتك شايف انا عندي حاجه دمها خفيف كده في جماهير النادي الاهلي لما بكتب التاسعة جاية. فعشان احنا بقالنا خمس سنين بنقول التاسعة التاسعة التاسعة، فبيقولوا لي كابتن اكتب الثانية للموسيماني عشان بقى مفيش تعبنا من كلمة التاسعة. بقى مفيش حتة التفاؤل بالتاسعة. فماشي ان شاء الله تبقى الثانية للموسيماني وبعد كده اللي بنقول التاسعة ان شاء الله. كلام كتير قوي يا كابتن لسه عن النادي الاهلي، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه معايا كابتن احمد ناجي من افضل مدربين حراس المرمى في تاريخ مصر. يا كابتن كنت بقول لك قبل الفاصل الاهلي ما بيقفش على حد. عمر الاهلي ما واقف على حد طبعا يعني الانديه الكبيره العظيمه دي يعني مات مختار التتش ومات صالح سليم واعتزل محمود الخطيب واعتزل اسامي كبيره جدا واستمر النادي الاهلي نادي القرن. وطبعا في اسامي يعني الواحد بيزعل عليها وعلى وعيها وتفكيرها وازاي هي تقارن النادي الاهلي بمكان تاني، يعني ده خلل اكيد في القوى العقليه بالنسبه لي يعني. يعني ان انا اقارن النادي الاهلي، انا عندي فرصه ابقى موجود في النادي الاهلي بعظمته بجماهيره شعبيته واقارنه بحته تانيه، يبقى انا اكيد عندي خلل عقلي من وجهه نظري. يسامحوني هم اخواتي واولادي. لكن انا شايف ان يعني شفت الكابتن ماهر همام بيتكلم عن النادي الاهلي امبارح بيقول انا مش في الجنه، انا دلوقتي في حته بره الجنه. فيعني كنت هدمع والله يعني. الكابتن ماهر قيمه كبيره و لعيب من ضمن تاريخ النادي الاهلي الكبير. انا فعلا كده برضو يعني يمكن انا عشت اكتر منهم كلهم. أيوه. انا اشتغلت 23 سنه جوه النادي الاهلي 10 سنين مع قطاع الناشئين و13 موسم مع الفريق الاول ببطولات وجو اجواء ويعني فعلا اللي يفكر عنده فرصه انه يبقى موجود في النادي الاهلي ويقارن بينه وبين اي حد. لكن إذا كان ما عندوش فرصة فهو لازم يبقى سفير جيد لأنه هو كان في النادي الأهلي في يوم من الأيام. لازم يكون على المستوى ده يقدم أفضل حاجة عشان الناس تقول ده جاي من النادي الأهلي. فأنا يعني شايف الانتماء ما بقاش زي زمان زي بصي هو ده حال الدنيا دلوقتي والاحتراف وأنا ماشي معاكي. لكن في حاجات تانية واحنا عارفينها كويس جدا. ان اسمك يرتبط بالنادي الاهلي ده ليه ثمن كبير، ثمن يعني مش قادر اقول لك قد ايه يعني. هو باين في عين حضرتك وانت بتتكلم. لا دي حقيقة، دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة. وعايز اقول لك انه يعني انا دلوقتي بره النادي الاهلي بشتغل بحاول اكون احسن حاجة واقدم افضل حاجة ومنتمي جدا لنادي سموحه اللي انا بشتغل فيه وفرحان جدا.
عشان ان انا مفروض هم جايبيني عشان انا اسم كبير واشتغلت في المنتخبات وفي النادي الاهلي فده الهيستوري بتاعي او السي في بتاعي. فخور ان انا كنت في النادي الاهلي، فخور ان انا كنت في المنتخب، دلوقتي انا في نادي سموحه بقدم، بحاول اقدم افضل حاجه الحمد لله يعني، عشان عايز لحد يمكن بتمنى ان انا اموت جوه الملعب. ربنا يديك الصحة وطولة العمر طبعا يا كابتن. وهنرجع طبعا لسموحة وهنتكلم عنه، بس عايزة برضو أسأل حضرتك، أنت عمرك كله يعني في النادي الأهلي، إزاي شخصية النادي الأهلي بتفرق في الماتشات الكبيرة اللي زي اللي احنا الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، سواء نص نهائي دوري أبطال أفريقيا أو النهائي اللي احنا داخلين عليه إن شاء الله؟ هو أصل ده يعني هابت يعني ده عادة عادة يعني، من واحنا بنشتغل مثلا في قطاع الناشئين في الأهلي باللعب فريق 18 او فريق 17 بيلاعب اي تيم يعني بدون ذكر اسماء واحنا كسبانين 15-0 لكن درجه التركيز هي هي، التعليمات من المدرب اللي ماسك هو. انا اشتغلت مثلا مع كابتن حسام البدري اللي هو مدرب المنتخب دلوقتي اكتر من 10 سنين في قطاع الناشئين، كانه بيلاعب البرازيل. هي دي شخصيه النادي الاهلي، كانه تركيزه ودرجه ثباته ودرجه المعلومات اللي عايز يديها للعيبه بتاعته هي هي، بيلعب الزمالك زي بيلعب الاسماعيلي زي بيلعب اي فرقه صغيره من ذكر اسماء. فلا شخصيه النادي الاهلي بتتكون من يعني رسم بياني بيبقى تصاعدي الى ان تبقى الشخصيه بالشكل الفلاني. في ناس بتقع مننا طبعا أكيد. في ناس ما بتستحملش ان هي تبقى عندها الشخصيه. كنت هتدمع يا كابتن من كلام كابتن ماهر همام. والله امبارح يعني. طب قول الو كده. الو كابتن احمد يا اسطمبة. منور منور يا كابتن ماهر، منورنا في برنامج السادسه. خير يا ساره، ازي صحتك؟ لسه كان الكابتن بيقول شعر من اشعاره وبيقول لي كان هيدمع لما حضرتك امبارح كنت بتوصف النادي الاهلي بانه الجنه. طبعا جنه الارض عالم الرياضه. وحشني يا مه. طبعا واحد من ضمن الناس اللي عاشوا في الجنه، فعشان كده بتكلم معاك يا ساره بقلب مفتوح، وحسب التربيه اللي اتربها في النادي الاهلي فبيتكلم على صفات وروح النادي الاهلي ممثله في لعيبته طبعا الفانيلا الحمراء، مجالس ادارته اللي تواصلت على مدار الاجيال. فاحمد ناجي من ضمن الناس اللي اتربت في النادي الاهلي، والنهارده احنا شايفينه من اعظم مدربي حراس المرمى اللي جم في تاريخ الكره المصريه. بننزل حاجه ساعه يا ابني للكابتن ماهر همام. نور يا ابو حميد. حبيبي وحشني جدا يا مهر، والله وحشني جدا. ربنا يكرمك يا احمد، بنطمن عليك في الحاجات الحلوه الجميله اللي بتعملوها دي. ربنا يخليك يا مسموحه يعني. كنا لسه يا كابتن ماهر بنتكلم على فكره يعني موسم صعب وغيابات كتير وناس مشيت من الاهلي وان الاهلي ما بيقفش على حد. بالظبط ساره، البطل كده، نادي القرن كده، الانديه العريقه اللي زي النادي الاهلي ما بتقفش على حد، بتتواصل طول عمرها لان هي متربيه على كده، متربيه على المكسب، متربيه على المبادئ، متربيه على القيم. طول عمرنا احنا متورثين اجيال ورا اجيال هذه المبادئ، والحمد لله رب العالمين. حتى الاولاد الجداد اللي هم مش من ابناء النادي الاهلي مسافه ما بيخشوا الجنه بيتعودوا بقى ويتاقلموا على هذه المبادئ. زي ما كابتن احمد كده بيسيروا في المسار الطبيعي. كابتن احمد لسه بيقول لي برضه، يقول لي عاجبني قوي الاكسبريشن بتاع الجنه، ان الاهلي جنه. كل حاجه ممكن يا ساره تتخيليها تلاقيها في منظومه النادي الاهلي. بنبدا نحس ان احنا بره الجنه امتى؟ لما بنبعد عن النادي الاهلي. الفرق شاسع جدا جدا جدا، مع احترامي كل المؤسسات الرياضيه اللي موجوده في مصر. لكن النادي الاهلي حاجه غريبه. عايز اقول لك يا ساره، لما تخش نادي الجزيره وانت بقالك فتره ما دخلتيش، وجدنا احمد ناجي بيحس بالكلام، تحس ان جسمك اشعر. تحس انك انت خدت شحنه كده، شحنه معنويه بترجعي بعد كده لبيتك او لشغلك، بالشحنه دي بتدي لك بوش، بتدي لك احساس جميل. فكل فتره كده لما بنبعد عن الجنه بتاعتنا بنرجع ليها عشان يعني ناخد شحنه. ايه احلى المواقف اللي فاكرها الكابتن احمد ناجي يا كابتن ماهر؟
الكابتن احمد ناجي مره في لقاء جميل جدا قال الكابتن ماهر يعني من ضمن المساكين اللي بترعب المهاجمين، والسر عنده هو عارف السر بقى كابتن احمد. ممكن لا كابتن ماهر كان في ماتشات يقول لنا احنا الحراس ما حدش يطلع، انا هاخد كل العالي، بيبقى هو جاي حاسس انه فايق. ايوه ما اخليكوا تحت وانا العالي كله بتاعي. وكنا طبعا اللقب استامبا ده اللي هو ايه اللي هو موجود في الفرقه طول الوقت ما بيطلعش بالفرقه. لا كابتن ماهر ده حاجه حدوته كبيره. تقول له ايه يا كابتن؟ اقول له انا بحبك وربنا يخلي عمر واخوات عمر حبيبي ربنا يخليك يا احمد وكل عيلتك يا حبيبي، وانت طبعا عارف معزتك وغلاوتك مش عندي انا بس، عندنا وكل جيلنا وكل جماهير النادي الاهلي. ربنا يبارك لك. رساله منك يا كابتن ماهر للعيبه الاهلي قبل مباراه النهائي. الامانه بقى اللي هي غايبه علينا بقى لها فتره، الحلم الجميل الافريقي ان شاء الله يتحقق على ايدين هؤلاء اللعيبه العظام ويفحروا اسمه في التاريخ بقى. يعني مهم الجيل ده كمان ان هو يحقق حاجه للنادي الاهلي، يحفر اسمه في تاريخ النادي الاهلي وسجلاته، والبطوله الغاليه دي تسكن بقى دواليب النادي الاهلي المليئه بالبطولات يا رب. والموسيماني، شايف موسيماني ازاي في الفتره الصغيره دي؟ ده شخصيه محترمه ومدرب واحد وعنده مشروع جميل وفي تحدي، والحلم اللي هو بيحلمه ان هو يكون مدرب للنادي الاهلي ربنا حققه له اهو، ونتمنى الحلم ده يا رب ان شاء الله يكمل بهذه البطوله الغاليه علينا ان شاء الله. يا رب قريب نكون بنحتفل كلنا وتبقى معانا طبعا يا كابتن ماهر بالتسعه باذن الله. شرفني يا ساره. الثانيه الموسيماني. شكرا جدا يا كابتن ماهر، نورتني ونورتنا طبعا في برنامج السادسه. كنا بنتكلم على انه خلاص بقى الاهلي ما بيقفش على حد. خلينا نرجع لدوري ابطال افريقيا، يعني بتفضل مين يكون المنافس للاهلي في النهائي، الرجاء ولا الزمالك فنيا؟ انا اتمنى كمصري ان الاهلي والزمالك يبقى في ان شاء الله، وان البطوله تبقى للاهلي. أي طيب. كان شايف هتكون المباراة دي فنيا ازاي لو الاهلي والزمالك مع بعض؟ هتبقى مباراة قوية طبعا من الناحية الفنية، هتبقى فيها صعوبة لان فرقة نادي الزمالك عندها عناصر ممتازة جدا طبعًا. جدا بصراحة، فلازم يتعامل الحساب لليوم ده كويس جدا. واعتقد ان الدوافع اللي موجودة دلوقتي للعيبه النادي الاهلي دوافع كبيره جدا جدا جدا، وانا عايز اقول لهم حاجه يمكن انا متاثر بيها جدا، انا عايزكم تاخدوا الكاس ده وتروحوا بيت مؤمن زكريا تودوا له الكاس وترفعوا معنوياته لانه هو محتاج جدا الكاس دي، وجماهير النادي الاهلي طبعا كلها محتاجه الكاس دي، بس انا بطلب منكم، انا والدكم واخوكم الكبير، ادوا الكاس لمؤمن زكريا. بس كابتن يعني دموعك غالية علينا، وكلنا الحقيقة دعم كبير لمؤمن زكريا، والدعم المعنوي الحقيقة اللي شفناه الفترة اللي فاتت من لعيبة النادي الأهلي ومن مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن الحقيقة حتى يعني محمد صلاح لما احتفل على طريقته بالهدف، ووجوده قبل مباراة الإسماعيلي الحقيقة معاهم وهم قالوا قد إيه ده اداهم حافز كبير. يعني كل فترة الناس والجمهور وكلنا بنأكد إنه ما ينفعش ننسى مؤمن زكريا، وفعلا في كل خطوة هو معانا يا كابتن، ورسالة حضرتك أكيد وصلت، يعني فعلا إنه الكاس ده يروح لمؤمن زكريا حاجة هتفرق معاه جدا على المستوى النفسي، هو أكبر حاجة محتاجها دلوقتي هو الدعم المعنوي طبعا. أنا لما بشوف مؤمن دلوقتي معاش معايا فترات كتير جدا في المنتخب، بقول يعني خد أي حاجة مني وارجع تاني، خد عايز أي حاجة، أي حاجة تخليك كويس أنا أديها لك، أنا ما عنديش مانع أقسم بالله، يعني نفسي أشوفه تاني في الملعب. زرته يا كابتن؟ دايما انا بسال عليه. ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه، ورسالتك وصلت واكيد ده اللي هيحصل. خلاص طيب خليني اسالك بقى فنيا، انت شايف ان هي هتبقى مباراه صعبه
على الطرفين، يعني فريق الزمالك دلوقتي في أقوى صورة ليه، وفريق الأهلي برضو تحت قيادة مدرب كبير وفي أقوى صورة ليه، وعندنا عناصر كبيرة جدا. لو قلت لك مثلا توقعات للنهائي ده، تقولي توقعات للنهائي ده لو نهائي مصري خالص؟ أنا عندي أمنيات، يعني أمنيات، عندي أمنيات النادي الأهلي ياخد البطولة إن شاء الله بإذن الله. طيب كابتن، شايف موسيماني فكره اللعيبه ان هي في تطور على المستوى الجماعي وتطور على المستوى الفردي، ما هو ده الفرق بين يعني في التدريب، انت لما تلاقي الفرقه اشتغلت جماعي كويس يبقى في مدرب، لكن لما كل واحد بيطلع الفرديه اللي عنده بس ما بتخدمش التيم ورك يعني، او يعني انا دلوقتي بشتغل مع مدرب شاب كابتن احمد سامي، انا سعيد جدا ان انا بشتغل معاه، يعني انا اكبر منه يمكن ب 15 سنه ولا حاجه يعني. لكن شايف ان هو حاطط ايده في كل حاجه وعارف هو بيعمل ايه، فانا سعيد يعني، انا حتى قلت له احمد انا سعيد ان انا بشتغل معاك، انه اصغر اكتر من 15 سنه، اشتغلت مع مدربين كبار جدا في كل حته في العالم، لكن فعلا انا سعيد ان انا بشتغل معاه لانه شايفه مركز قوي وبيحفظ حته الجمعيه الاداء دي. جمعيه الاداء دي بتمثل يمكن اكتر من 50% من طموح الفرقه، لان زي يعني حتى عندنا في ديننا يعني الاتحاد وان احنا نبقى قريبين، هو ده التيم. هو التيم لما بيشتغل مع بعضه زي ما بيحصل في النادي الاهلي دلوقتي، التيم لما اشتغل مع بعضه وبرده مع مستر بايلر برده قبل كده في الفتره الاولانيه، عشان برده ما نبقاش يعني نبقى منصفين، كان بيشتغل بشكل جماعي كويس، بعد فتره الكورونا حصل تشتيت، حصل هو بيزهقنا بقى ولا اي حاجه، كانوا بيشتغلوا كويس. الفتره بتاعت موسيماني دلوقتي بيشتغلوا كويس، فهي حته التركيبه بتاعت ان يبقى في رسم بياني للاداء الخططي للفرقه، حتى لو في عناصر، بعض العناصر ضعيفه، مش بقول لك حتى يعني جيده او جيده جدا او ممتازه، في بعض العناصر ممكن تبقى ضعيفه ما تبانش الضعف بتاعها من الشغل اللي هو التكتيك الجماعي اللي بيحصل. على ذكر فايلر، يمكن كنت بقول في الفتره الاولانيه لا اللي هي بعد الكورونا، اللي هو بقى احنا لسه في فتره ايه، فايلر هيكمل ولا مش هيكمل، الناس ما كانتش يمكن متفائله قوي بافريقيا في فتره فايلر دي الاخيره، اللي هو لا ده مش مركز، بس مع موسيماني كان في تفاؤل كبير قوي انه لا افريقيا هنأدي اداء كويس في المغرب، سواء مباراه الوداد في الذهاب او في الاياب، لانه في امل انه افريقيا هتبقى لينا. يعني شوف نفسيا الناس بقت في حاله من التفاؤل كبيره جدا ما بين الجماهير، حتى البيهيفير بتاعه هو قبل ما يمسك النادي الاهلي، وهو بيصور نفسه في الاستاد وبيصور جماهير النادي، بيصور الجماهير، حابب قوي النادي يا كابتن. تخيلي يعني انا دي برده شفتها مع كابتن نبيل معلول، برده عمل كده في كنا بنتفرج على ماتش مع بعض في الاستاد في اسكندريه، وقعد يصور الجماهير برده. ف يعني الجماهير دي طموح اي مدرب في منطقتنا يعني. جماهير النادي الاهلي صحيح دلوقتي ما فيش جماهير، لكن نفسهم في الاستاد يعني، نفسهم موجود في المدرجات. هو في كذا لقطه كده الموسيماني مع الوقت كده الناس بتبقى حاسه باطمئنان اكتر، بدايه من طبعا تصويره للجماهير النادي الاهلي واعجابه بيهم، وبعد ما مسك النادي الاهلي فكره انه كان حافظ اللعيبه بالاسماء في المؤتمر الصحفي، مش محتاج وقت ولا اي حاجه، مش محتاج اي وقت، فكره انه قفشه لما ضيع ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول لبيراميدز، وفي الشوط الثاني كان قفشه عامل ماتش حلو قوي، وهو اتكلم وقال انه لا، والفهم بتاعه يعني الناس انتقدت قفشه وهو طلعه احسن واحد في الملعب فعلا، ما انسقش ورا يعني، فده ليه دماغ يعني، واحد ليه دماغ يعني، وحضنه ليه بعد الهدف في مباراه ثانيه، يعني كل ده الناس بتقف عند الحاجات دي، عشان كده كنت بكلم حضرتك في حته النفسيه، انه ازاي قدر يتعامل مع اللعيبه نفسيا طبعاً، ودي حاجه طبعاً بتفرق جدا طبعاً في الرياضه بشكل عام طبعا اكيد. طيب خليني برضو لازم يعني اعرف من حضرتك بقى، فتره سموحه دلوقتي حضرتك في نادي سموحه، يعني كلمني اكتر عن التجربه. هي التجربه طبعا ابتدت مع الكابتن حماده الصدقي، اللي طبعا بدلنا بفضل ان هو يعني كنت قاعد فتره بقالي شهرين ثلاثه ما عنديش شغل وما بشتغلش،
وكلمني واشتغلت في نادي سموحة. وبعدين يعني كابتن حمادة مشي وجي أحمد، كابتن أحمد سامي. الحمد لله احنا مفنشين، ان شاء الله مفنش خامس وده حاجة كويسة. عايز اقول لك ان نادي سموحة كمان في مهندس فرج عامر، طبعا يعني من ارقى الشخصيات اللي انا اتقابلت معاها في حياتي بجد بجد. انا ما عنديش اسباب ان انا يعني اجمل الصوره لحد او لا، بالعكس يعني ده مش في شخصيتي انا، بس من طريقه تعاملي معاه فعلا انسان راقي وانسان فاهم وبيعمل نادي سموحة حاجات حلوه قوي، مشاريع في العالمين ودماغه دايما شغاله في فرقه الكوره اهم اهتماماته. ودلوقتي معاه جهاز فني يعني انا اعتقد ان هو هيبقى من ضمن مشاريعه اللي جايه. كنت انا كبرت وعجزت او اي حاجه او ربنا يديك طول الشغلانه او هستمر، لكن انا بقول يعني كابتن احمد سامي معاه مساعدين احمد حموده، كابتن احمد حموده ومستر ويلي المعدي البدني اللياقه البدنيه، والكابتن خميس جعفر وكل الاستواف يعني الاداري والطبي، يعني جهاز كبير جدا. وان شاء الله باذن الله يبقى في اضافات لنادي سموحه على المستوى يعني تحسين الكواليتي في الفريق، في طبعا لعيبه كويسه جدا طبعاً. جدا ويبقى في طموح ان شاء الله. ايه الطموح بقى الفتره اللي جايه كمان؟ ما ده اللي احنا ان شاء الله بنشتغل عليه. الفتره الجايه يبقى في اضافات تحسن الاداء، لانه في مدرب شاطر فعلا يقدر يستخدم ادواته بشكل جيد. ونقدر نبقى يعني انا واحد من الناس عمري ما اشتغلت في مكان الا وانا عندي طموح، سقف طموح عالي جدا. ف يعني انا هبقى محبط جدا ان انا ما بقاش عيني على تاني او تالت او بطوله صح. من البطولات او صح. فهو ده اللي انا بتمناه، وفي ناس تقدر تعمل دوت، وان شاء الله الباشمهندس فرج يساعدنا على دوت، وان شاء الله السنه الجايه تبقى حاجه كويسه ان شاء الله. بنتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن. اسالك عن الشعر، كنت بتقول لي في ديوان قريب نازل. هو طبعا ديوان كيفك يا واد مبسوط ده مش هقدر اقول منه حاجه، لكن ممكن اشرح حالتي دلوقتي ممكن بالشعر. طبعا طبعا دايما بيبقى فيه بعض المشاعر كده بتجتاح عمق الانسان في بعض الوقت، فانا قلت اللي فاضل مني ايه غير شوية ذكريات؟ هو انا اتكلمت ليه والكلام زي السكات؟ اللي فاضل مني ايه هو فاضل وقت تاني، واللي كان مادد ايديه بالمحبة وبالامان ضاع في لحظة ومش لاقيه. اللي فاضل مني ايه كبر سني وحكاياتي والبياض غلغل في شعري والكلام اللي في شعري والمعاني في أغنياتي، ده اللي بتعكز عليه. اللي فاضل مني إيه؟ اللي فاضل مش كتير، والحياة زي المراكب يوم بترسى ويوم تسير، حد ماشي وحد راكب، اللي إيه هبكي عليه؟ اللي فاضل مني ايه؟ ده كلام كبير يا كابتن وعميق وبيعبر عنك دلوقتي. هو انا انا دلوقتي يا رب اللي يكون فاضل بس يكون مفيد لاي حد بتعامل معاه، يكون اضافه طول عمري وطول حياتي. مفيش غير ان انا احاول انجح، فهو ده النبراس بتاعي. انا دلوقتي بحاول انجح كاني لسه بادئ حياتي. عندي امال وطموحات، ما حصليش فتور ودي نعمه من ربنا. ما حصليش ان انا بقى بعتمد على اسمي ولا تاريخي ولا اي كلام من ده. لما بتبص لتاريخك واسمك ومسيرتك مع النادي الاهلي حاسس بايه؟ بتبقى راضي قد ايه؟ لا حاسس بفخر شديد جدا. ما حدش يعني تأتت له الفرصة اللي أنا أخدتها. أنا يعني
شاركت في 36 بطولة. ده رقم مهول، دوريات وافريقيا طبعا. وكاس عالم للانديه وكل الحاجات، وما حصلش حاله من التشبع. لا انا بقول لك على كاني انا بروح التمرين دلوقتي ببدأ. كاني لسه بادئ. وهو ده اللي مخلي عندي رضا، وحاسس ان ربنا سبحانه وتعالى يعني راضي عني، لان انا بحاول ابقى يعني في طول الوقت يعني لحد دلوقتي بسافر، لحد دلوقتي عندي اصدقاء مدربين في اوروبا وفي كل مكان في العالم، بنتواصل وبنتكلم، وكاني يعني عندي شغف كبير جدا ان انا اعرف ايه نفسك تحقق ايه تاني يا كابتن. لا لا انا نفسي يعني قلت قبل كده، نفسي اموت زي ثابت البطل وانا في الملعب، ان اليوم ده انا حضرته بكل تفاصيله، وانا كنت قاعد جنبه بغطيه بالبطانيه. لو الناس فاكرين المشهد ده، كنا كسبنا الزمالك يوميها 3-0، وكان اخر يوم في حياته، وكانت اخر كلمه بيني وبينه ثابت مبروك احنا 3-0، اخر كلمه قالها كله زي بعضه. فكلمه كله زي بعضه دي هي اللي خلتني انا في منتهى الرضا عن اي شيء بيحصل لي او هيحصل لي. كله زي بعضه، بس اللي انت هتسيبه الكل ده بقى الناس يعني تفتكره ازاي، او تتكلم عنه ازاي، او تقيمه ازاي، او تحطك في اني مكانه. اعتقد انا في خلال ال 31 سنه شغل ما عنديش مشكله مع حد، ماليش مشكله في انتقاد في حاجات دي، ده الطبيعي، لكن انا في مشكله مع حد في فترات في تعثر او لا، ما عنديش الحمد لله، راضي 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 راضي. وانت عند جماهير الاهلي وعند الناس كلها يا كابتن في افضل مكانه، يعني الحمد لله. ده طبعا اللي مصدر سعادتي. يعني لما بتفتكر كده مسيرتك كلاعب مع النادي الاهلي، تفتكر كده افضل مباراه ليك، احلى ذكريات ليك؟ لا طبعا انا في النادي الاهلي كلاعب طبعا مانيش العظيم يعني، او مانيش اللي عملت تاريخ في بس في حاجات كده لما بتفتكرها بتبقى مبسوط، مباريات معينه. لكن مثلا في فتره اللي كان فيها مستر كالوتشاي بعد مستر ديكويتي، كان امن جدا بان انا لازم اكون موجود، وحطني في مباريات كتير جدا، وفي البطوله الافريقيه يعني، وفي البطوله العربيه يعني. لما اجي ابص في السي في بتاعي في النادي الاهلي، حتى لو لعبت 5 دقائق في الدوري و10 دقائق في الكاس و5 دقائق في البطوله الافريقيه و5 دقائق في البطوله العربيه، فانا شاركت مع النادي طبعا. الاهلي في كل البطولات. انا محظوظ جدا على فكره، لانه كان ثابت وكرامي في عز عظمتهم، وانا الفرصه تتاح لي ان انا اكون مع المنتخب في اولمبياد لوس انجلوس، وهم ما خدوش الفرصه دي، مع انه طبعا هم كانوا اعظم مني واحسن مني واقيم مني وقامات وكل حاجه، لو جيت تحط اسمي جنب اسمهم انا ولا حاجه بالنسبه لهم، بس انا ربنا منحني الفرصه دي. هو واحد اتعور والتاني اتعور وبقيت انا في المنتخب وانا اللي لعبت في لوس انجلوس. مين حارس مصر الاول يا كابتن؟ بلا منازع طبعا محمد الشناوي، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. انا عشت في المنتخب فتره طويله وكنت بقيم الحراس، لكن انا عندي حراس في نادي سموحه منهم الهاني سليمان طبعا، في عمر صلاح، في احمد الشيخ، في حسين تيمور، لكن انا هتكلم بالتحديد على هاني سليمان. ده بجد حارس كبير جدا وموهوب جدا، ويمكن انا حسيت دلوقتي لما انا قريب منه ان انا كنت ظلمه بعض الشيء، لانه هو فعلا مهووس بالتدريب، مهووس هوس ممكن لدرجه المرض. وانا طبعا دي المعلومه ما كانتش عندي، زائد انه فعلا عنده السمات الاراديه والصفات الشجاعه والرجوله، وما بيقلقش من اي منافسات. اكيد ده كلام يبسطه دلوقتي. فانا كمان يعني بقول له يعني استمر، وبقيه الحراس طبعا عمر صلاح حارس المنتخب الاولمبي مع الكابتن شاوي، بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، احمد الشيخ، حسين تيمور، دول الرصيد البشري لنادي سموحه. رساله اخيره منك للعيبه الاهلي قبل مباراه النهائي وللشناوي بشكل خاص. لا الشناوي انا يعني عارفه انت المثل اللي هو حاطط في بطني بطيخه صيفي، انا من ناحيته حاطط في بطني بطيخه صيفي. اللعيبه كلهم عندهم مسؤوليه كبيره،
وانا زي ما قلت شفت لهم كده فيلم دعائي حلو قوي للمؤمن. انا بطلب منهم تاني، مش عايز اتاثر، بطلب منهم تاني خدوا الكاس وروحوا المؤمن اقعدوا معاه وقولوا له الكاس ده بتاعك انت، وانت ان شاء الله ترجع لنا بالف سلام. شكرا جدا، بشكرك جدا يا كابتن احمد، نورتنا واتعلمت منك كتير، وحضرتك طبعا يعني تاريخ كبير قوي ونجم من نجوم النادي الاهلي، وبشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، وان شاء الله نكون بنحتفل قريب بالتتويج بالبطوله التاسعه بدوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم، وبكره حلقه جديده من برنامج السادسه.